السلام عليكم، يعطيكم العافية، أتمنى إن شاء الله تكون أموركم صحة وسلامة. راح نكمل اليوم في محاضرة جديدة من محاضرة الـ Operating System. وزي ما حكينا المحاضرة الماضية، حكينا آخر إشي عن الـ Process Management، وقلنا إن وظيفة الـ Operating System إنه I have more than one process to be executed in computer by using CPU. معنى هذا الحكي انه في عندي مجموعه من البروسيس، واتفقنا انه الجوب هي عباره عن البرامج اللي بدي انفذها وبتكون جاهزه في الهارد ديسك مخزنه، والبروسيس هي البرامج اللي انا بجيبها وبعملها اكسكيوت وبحطها في الميموري، معناته بتصير في داخله التنفيذ وبنسميها بروسيس. فهاي البروسيس اللي هي البرنامج اللي يعني جاهز للتنفيذ اوريدي موجود وبدنا نبلش نشتغل فيه، معناته هذا بده عملية مانجمنت لإله، وهي بيكون فيها الأوبريتنج سيستم. فبيعمل سكيدجولينج للبروسيس اند ثريدز اون ذا سي بي يو، كنا انه بيرتبهن ترتيب زمني او ترتيب بشكل معين حسب الأولوية، حسب رح نيجي ونشرح عنه بالتفصيل شو الالجوريثمز المستخدمة للسكيدجولينج، سواء لهي البروسيسز اللي هي البرامج اللي بتتنفذ او للثريدز. وكنا معنى الثريد هي جزء من هذا البرنامج، جزء من البروسيس، يعني البروسيس الواحد هي برنامج في التنفيذ، اذا بقسمه لاجزاء معينه وكل جزء بيشتغل عشان يعطي هاي البروسيس الكبيره ينفذها، هاي البروسيس الصغيره بنسميها ثريدز. بعدين ممكن يعمل كرييت اند ديليت لليوزر اند سيستم بروسيسز، يعني بيعمل كرييت ببلش في هاي البروسيس في التنفيذ لانها اصلا بتكون في الجوب بول، بيجيبها على الميموري او بيعمل ديليت لإلها. بيعمل سسبندنج اند ريزيومينج للبروسيس، بيعملها سسبندنج بتكون هي شغاله في التنفيذ في الاكسكيوت، بروح برجعها على الريدي كيو بنسميها، هاي معناها سسبندنج، وريزيومينج انها هي بكت في السسبندنج او كانت في الريدي وبيجيبها عشان يشغلها في الاكسكيوت. Providing mechanism for process synchronization لعملية التزامن والcommunication، الاتصال بين more than one process موجودة عندي. هذا الحكي اللي حكيناه المحاضرة الماضية. اليوم رح نبلش في موضوع جديد اللي هو الميموري مانجمنت. زي ما احنا شرحنا وبنعرف انه المين ميموري هي central to the operation of a modern computer system، هي النقطة المركزية للعمليات في الكمبيوتر. النقطة المركزية بنعني انه انا في عندي 1000 برنامج ممكن قابل للتنفيذ، هذول البرامج كلياتهم بيكونن في البول في الهارد ديسك في السكندري ستوريج. الميموري مانجمنت معنى اني انا او الميموري بشكل عام اني اجيب هاي البروسيس الموجوده عندي وادخلها في المين ميموري الموجوده عندي، عشان هيك بنسميها سنترال تو ذا اوبريشن، هي المركز العمليات الموجودة عندي، لأنه كل العمليات اللي بتتنفذ حالياً بتكون موجودة في الميموري أو في الرام. ودليل ذلك أنه إذا أنت شغلت 10 برامج وعلق جهازك شو بتعمل؟ بنعيد تشغيل الجهاز. شو يعني بنعيد تشغيل الجهاز؟ يعني بنفرغ الميموري منها. لأنه الميموري is volatile memory، فولاتايل ستوريج، معنى هذا الحكي اذا فصلت الكهرباء او طفيت الكمبيوتر كل شيء في الميموري بروح، فعشان هيك معناها هي سنترال تو ذا اوبريشن. شو هي المين ميموري؟ المين ميموري مجموعه من الاري اوف بايتس، يعني هي عباره عن اري كبيره، تمام، اري كبيره زي هيك، كل موقع من هذا المواقع هو عباره بخزن 1 بايت 1 بايت 1 بايت 1 بايت 1 بايت وهكذا، هاي هي الميموري. اذا لارج اوف اري او لارج اري اوف بايتس، ماشي، الها سايز من الى عدد بايتات، هاي من الى تسمى لوكيشن او السايز تبعها. فاذا كنا انه الميموري 1 ميجا بايت، معناها فيها 1 ميجا موقع، كل موقع عباره عن 1 بايت. اذا كنا 1 كيلو بايت، معناها فيها 1 كيلو موقع، يعني 1024 موقع، وكل موقع بيمثل 1 بايت. اذا عشان هيك هاي السايز تبعتها تقاس في اللوكيشن، وكل موقع قديش بخزن بايت، بالاغلب 1 بايت، في منهم 2 بايت واتيفر الموجوده عندي، لكن نعرف انه هاي الميموري هي عباره عن مجموعه كبيره من الاري اللي بتخزن 1 بايت، ممكن يكون رينجها سايز فروم 100 1000 بليونز of bytes.
واتيفر كديش السايز تبعها او الكباسيتي تبعتها مش كثير مهم بالنسبه لنا، لكن نعرف انه الميموري هي مقسم لمواقع، كل موقع عباره عن 1 بايت. كل بايت او كل موقع its has own address، يعني لكل موقع له address، وهذا الادرس يونيك ممنوع يتغير وممنوع يكون ارقام متداخله او more than one address to the same location. كل موقع، عشان هيك لما نحكي 1 ميجا بنقول موقعها من 0 ل 2 قوة 20 ناقص 1، يعني كلياتهم زيروز 0 0 0 0 1 2 3 4 5 3 2 قوة 20 ناقص 1. فكل واحد منهم بيكون له موقع يونيك، وهذا الموقع له ادرس مختلف، يعني يونيك ادرس. So the main memory is a repository of quickly accessible data shared by the CPU and input output devices. هي سريعة نوعا ما بس مش أسرع من مين؟ CPU. مش أسرع من الريجسترز اللي هي الميموري اللي موجودة جوا CPU. هي سريعة، نعم سريعة، لكن السنترال بروسيسور اللي هي CPU بيعمل ريد للإنستركشن، للأوامر، من وين؟ من المين ميموري. في وين تبعمل قراءة؟ في مرحلة الانستركشن فيتش سايكل and both reads and write data from main memory، في مرحلة الداتا فيتش سايكل. إذن في عنا مرحلتين، مرحلة الفيتش سايكل إني أجيب مع الأمر من الميموري، ما هي الأوامر تبعتي أو البرامج وين مخزنة؟ في الهارد ديسك، جبتها على الميموري. طب السي بي يو بتعامل مع كم امر في الوقت الواحد؟ واحد، مع امر واحد. طب البرنامج تبعه بجوز يكون 100 امر او 1000 او مليون امر، فالفكره انه بيجيب امر امر ينفذه. هاي مرحله بنسميها الانستركشن فيتش سايكل، فهو بيقرا هذا الانستركشن من الميموري وبيجيبه على السي بي يو، وبنفس الوقت وهو قاعد بنفذ في هذا الانستركشن شو ممكن يحتاج؟ لداتا. كمان هاي الداتا بتكون مخزنة في الميموري، فبعمل ريد أو رايت للداتا من المين ميموري. في أي مرحلة؟ في مرحلة الداتا فيتش سايكل. وإذا ذاكرين في الفون نيومان أركيتكتشر أو الاي اس اي ماشين كنا فيه الفيتش سايكل، كيف الفيتش يعني الفيتش أو اكسكيوت انستركشن سايكل كيف هي بتتم؟ في مراحل بتتم فيها، بنعمل فيتش انستركشن، بنعمل ديكود للانستركشن، بنعمل فيتش للاوبراند، بنعمل اوبريشن، بنعمل ستور للاوبراند او فيتش للاوبراند الثاني، بنعمل الاوبريشن وبنعمل ستور لمين؟ للاوبراند، صح؟ للداتا. فاذا في عندي شيء اسمه انستركشن فيتش، بروح بجيب الامر بقرا السي بي يو بتعمل ريد لهذا الامر عشان تنفذه، وفي عندي داتا فيتش سايكل انه بعمل فيتش للداتا ريد او بعمل رايت للداتا على الميموري. واضحه؟ Right. The main memory is generally the only large storage device that the CPU is able to addresses and access directly. يعني هي فقط الوحيده اللي السي بي يو بيقدر يتعامل معها دايركت. طب ما الهارد ديسك عندي 1 جيجا، ليش ما اخلي السي بي يو يتعامل مع الهارد ديسك افضل؟ ما بيقدر يتعامل مع السكندري ستورج، هو بيتعامل فقط مع المين ميموري از دايركتلي. عشان هيك اللي باخذه معنا محاضره المايكرو بروسيسور بنقول السي بي يو بيتعامل مع 1 ميجا اوف ميموري. شو هي هاي ال 1 ميجا؟ الرام، المين ميموري. الرام، بالضبط الرام. فالتعامل المايكرو بروسيسور بيكون فقط تعامله مع الرام دايركتلي، ما بقدر يتعامل بدون الرام دايركتلي. عشان هيك انا بستخدم هاي الميموري اللي بتم استخدامها من قبل السي بي يو من خلال الادرس اللي بيعمل جنريت للادرس لها اللي هو الفيزيكال ادرس، وبروح بجيب الداتا وبعمل اكسس عليها دايركتلي. مثلا ذا سي بي يو تو بروسيس داتا فروم ديسك، عشان السي بي يو يعمل اكسس على الداتا اللي موجوده في الهارد ديسك، شو بيعمل؟ لازم اول شيء الداتا تيجي على المين ميموري، بعدين السي بي يو يعمل جنريت لانبوت اوتبوت كولز من خلال هاي الميموري، بقراها بيعمل عليها داتا، وبعدين شو بيعمل؟ يا بروح بخزنها يا اما بروح بيعمل عمليه تنفيذ او اي امر بده اياه. وهذا الحكي اخذته في الكمبيوتر سكيلز، انه اي برنامج
بتنفذ حاليا على الكمبيوتر وين بكون شغال؟ على المين ميموري، صح؟ على المين ميموري. طيب for a program to be executed، عشان انفذ برنامج لازم اعمل له mapped to absolute address and loaded into memory. يعني بروح بجيب هذا البروجرام بحطه في الميموري وبكون عامل له ماب على الادرس. شو يعني ماب تو ابسوليوت ادرس؟ مين باخذ معنا ماده مايكرو بروسيسور؟ الكل باخذها او اخذها؟ حاليا دكتور مكتوب تمام، اللي حاليا باخذوها الكل حاليا باخذها. طيب لا خذ ولا اعطي منه، منيح حاليا دكتور. طيب قبل هاي اوكي، او المحاضره اللي بعدها او يوم الخميس، مش مهم وانت، بس انا قصدي انه المعظم الاصل باخذها او اخذها. الفكره في هاي القيمه انه ماب تو ابسوليوت ادرس. مين بحكي لي من اللي باخذوا ماده مايكرو بروسيسور واللي الاصل كلياتكم ماخذينها او بتاخذوها، شو يعني ماب تو ابسوليوت ادرس اند لودد انتو ميموري؟ وقلنا لكم في ماده المايكرو بروسيسور هاي الامور للاوبريتنج سيستم تو تراك، انه عندنا نحن الرام، انه مش ما بقدر انه احنا نقسمها، الاوبريتنج سيستم هو اللي بيقسمها، لانه بتختلف من جهاز لجهاز. صحيح صحيح، بس شو فكره انه البروجرام تو بي اكسكيوتد بعمل ماب لابسوليوت ادرس؟ يعني وين بجيب البرنامج بحطه؟ في اي مكان؟ بالسي اس، بالكود سيجمنت. نعم صحيح. سو از ذا بروجرام اكسكيوتس ات اكسس بروجرام انستراكشنز اند داتا from memory by generating this absolute address. وكيف بيعمل generate للادرس؟ قلنا بيحسب ما يسمى بالphysical address عشان يعرف وين موجود فعليا بداخل الميموري. تمام. So the program terminates, its memory space is declared available and the next program can be loaded and executed. لما هذا البرنامج يخلص شو بعمل؟ بشيله من الميموري وبجيب محله موقع آخر أو برنامج آخر، صح؟ عشان نحسن the utilization of the CPU the speed of the computer's response to its user، يعني عشان نخلي وضعه منيح الكمبيوتر من ناحية the response the utilization استخدام CPU وال response time، نزيد سرعة the response time مع اليوزر. General purpose computer must comes in memory، بيخلي أكثر من برنامج موجودات في الميموري، مش بس برنامج واحد. يعني بيكون في أكثر من موقع للكود موجود عندي وأكثر من برنامج شغلات أو موجودات في الميموري at the same time. So creating a need for memory management. بما إنه صار عندي أكثر من برنامج موجود في داخل هاي الموقع من الميموري، معناته لزمني إشي يعمل memory management. شو يعني ميموري مانجمنت؟ يعني يرتب ويعمل إدارة، أنو البرنامج اللي بدي أطبقه، استنى شوي وارجع، احفظ وين مكان هذا البرنامج، رتب هاي الداتا، هذه الداتا لهذا البرنامج وهاي الداتا لهاي البرنامج، هاي الستاك، هاي هاي هاي، كل الأمور هاي معناته بدها ميموري مانجمنت. وضحت؟ So many different memory management schemes are used، في أكثر من طريقة أو أكثر من أسلوب لعملية الميموري مانجمنت. These schemes reflect various approaches and the effectiveness of any given algorithm depend on the situation. طبعاً كل في له أكثر من schemes أو أكثر من algorithm، كل algorithm بيكون له بيعتمد على حالات معينة وأمور معينة. In selecting memory management scheme for a specific system، يعني إذا بدي أختار نوع من الميموري مانجمنت معين، we must take into account many factors. شو هن الفاكتورز اللي لازم اخذهن بعين الاعتبار لما بدي استخدم الجوريثم يعمل لي ميموري مانجمنت؟ هاردوير ديزاين اوف ذا سيستم اهم نقطه. سو ايتش الجوريثم ريكويرز اتس اون هاردوير سبورت. ليش؟ لانه كل الجوريثم له هاردوير مختلفه وطريقه مختلفه للتعامل معها، معناته انا لازم بهمني لما اخذ بعين الاعتبار انو الالجوريثم اللي بدي استخدمه اهتم لمين؟ للهاردوير ديزاين. شو الاوبريتنج سيستم شو مسؤوليته من ناحيه الميموري مانجمنت؟ زي ما عرفنا مسؤوليته من ناحيه البروسيس مانجمنت، في له مسؤوليات من ناحيه الميموري مانجمنت. مسؤولياته من ناحيه الميموري مانجمنت، يلا واحد،
keeping track of which part of memory are currently being used and who is using them. هاي واحد. أعرف أي جزء من الميموري حاليا مستخدم ومين اللي بيستخدمه. تمام؟ deciding which processes أو part of processes اللي هي threads and data to move into and out of memory. أقرر أني البروسيس أو الداتا اللي بدي أجيبها على الميموري أو اللي بدي أشيلها من الميموري. allocating and deallocating memory space as needed. أفرغ أو أحجز ميموري للبرامج اللي موجودة عندي. فيها مشكلة؟ في حد عنده سؤال؟ طيب منيح، الأمور واضحة يعني. حكينا عن الميموري مانجمنت، هسه جاي بتقول ستورج مانجمنت. يعني هو انت بس بدك تغلبنا ولا شو وضعك؟ مين بكل شو الفرق بين الميموري مانجمنت والستورج مانجمنت؟ شو الفرق بين الميموري مانجمنت والستورج مانجمنت؟ يلا يا جماعه مزبطش هيك، بدي حركه الديسك دكتور. ايش يا محمد؟ ستورج بتكون على الديسك، اسمها سكندري. نعم صحيح. يعني الستورج مانجمنت انا بتعامل مع الاشياء اللي مخزنه على السكندري ستورج، على الهارد ديسك، على السي دي، على التاب، على لا 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 بلا 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 وات ايفر موجودات سكندري ستورج. لكن الميموري مانجمنت احنا بنحكي عن رام. طيب شو الفرق بين الاشي اللي مخزن على الرام والاشي اللي مخزن على الستورج؟ الاشي اللي مخزن على الرام مؤقت بروح بانقطاع التيار، الستورج. طيب والاهم، والاهم اوكي، والاهم انه اكسكيوت. ايوه، انه اللي في الميموري يا عايد هي عباره عن اكسكيوت، تتنفذ حاليا، شغاله حاليا، وهي اصلا كوبي من اللي موجوده في الاستورج. كوبي من الموجوده في الاستورج، صحيح زي ما حكى زميلكم محمد، مؤقتة، بتنحذف إذا طفت الكهرباء بتروح، وكل هاي المواصفات اللي نعرفها. لكن الأهم إنه اللي موجودة في الميموري هي حاليا قاعدة بتتنفذ، لكن اللي موجودة في الاستورج لا. ونقطة ثانية إنه اللي موجودة في الميموري هي كوبي من اللي موجودة في الاستورج، البعض طبعا مش كليات البعض. حتى نخلي الكمبيوتر سيستم convenient for user. شو يعني convenient for user؟ يعني مناسب لليوزر، ملائم لاستخداماته. الاوبريتنج سيستم بدعمني في يونيفورم لوجيكال فيو، يعني بقول لي انا معطيك شكل مناسب او نظره منطقيه للمعلومات اللي مخزنه عندي. سو ذا اوبريتنج سيستم ابستراكتس فروم ذا فيزيكال بروبرتيز اوف اتس ستورج ديفايس تو ديفاين ذا لوجيكال ستورج يونت اللي هي الفايل. يعني انت حضرتك لما تفتح السي بيعطيك اياها مرتبه، في فولدر اسمه محمد، في فولدر اسمه ادم، في فولدر اسمه او اس، في فولدر كذا، مرتبات بهاي الطريقه. فهو بيعطيني لوجيكال فيو. هسه على ارض الواقع احنا لو فتحنا الهارد ديسك بنلاقي فيه محمد واحمد وعبد الله واو اس و و و سي ودي وبلا بلا بلا كل هاي الامور. لا، بتكون مرتبه بطريقه ثانيه، بتكون مرتبه زيرو وانز، ما بعرف مخربطات، هاي مخزنه هين وهاي هين، كلياتها المخزنات مع بعضها، كلياتهم موجودات في الهارد ديسك، وين موقعها وين الادرس وين، والله ما بعرف، كلياتهم مخزنات. لكن لوجيكالي هو بيعطيني اياه مرتب بفولدرز بفايلز بكذا. طب الاوبريتنج سيستم بيعمل مابس ما بين الفايل انتو فيزيكال ميديا اند الاكسس ذيس فايل فيا ذا ستورج ديفايس. يعني بيخلي لي اياهن مرتبات ومابينج، انه لما تكبس كبستين على هذا الفايل روح يجيبه من الهارد ديسك اللي هو اللي الاوبريتنج سيستم بيعرف وين الادرس تبعه، روح يجيبه ويشغله على الرام عشان يتنفذ. تمام. اول جزء من الستورج مانجمنت هو الفايل سيستم مانجمنت. فالفايل مانجمنت از ون اوف ذا موست فيزيبل كومبوننت اوف ان اوبريتنج سيستم. يعني هي مهمة جدا في فكرة الاوبريتنج سيستم. واحنا خلينا نكون واضحين وصريحين، يعني ليش بنحب الويندوز؟ ليش كلياتنا بنتعامل مع الويندوز؟ ليش ولا واحد مثلا راح عمل الماك نزله، ولا نزل اليونكس واللينكس قبل؟ هسه جديد مناح، بس قبل ليش ما بكيناش ننزلهن؟ حكينا اسهل التعامل الويندوز لانه عمل لي اياها جرافيكال يوزر انترفيس، الفولدر لونه أصفر، الفايل مخزن باسمه بأسماء، بروح بكبس انتر بشغله دبل كليك عليه. بس في اليونكس والماك وقبل هذول كان ما يتعاملوا. هسا اليوم في جرافيكال يوزر انترفيس، بس قبل لا، كنا لازم على الكوماند نروح نكتب
وين مخزن؟ ماشي في سي ودي و وكل هاي الأمور، بس التعامل معها بالكومنتس فكانت صعبة. فعشان هيك هذا اللي احنا بنحبه اللي هو الاوبريتنج سيستم وظيفته. سو الكمبيوترز كان ستور انفورميشن ان سيفرال ديفرنت تايب اوف فيزيكال ميديا زي الماجنتيك ديسك، الاوبتيكال ديسك، الماجنتيك تاب ار ذا موست كومن. الماجنتيك ديسك اللي هو الهارد ديسك، الاوبتيكال ديسك اللي هو السي دي، والماجنتيك تاب اللي هن للبنوك والامور هاي ار ذا موست كومن. ايتش اوف ذيز ميديا هاز اون كاركترستكس اند فيزيكال اورجانيزيشن. كل واحد منهن من الماجنتيك، من الاوبتيكال، من الماجنتيك تاب إلها خصائصها ومواصفاتها والفيزيكال اورجانيزيشن الخاصه فيها. سو ايتش ميديوم از كنترولد باي ا ديفايس، بيتم التحكم فيها باستخدام ديفايس. ذاكرين اول محاضره شرحناها كنا كل انبوت اوتبوت، حتى الميموري بيعتبرها انبوت اوتبوت ديفايس. ما هي تمام، في إلها كنترولر، ذاكرينه هذا الكنترولر او الديفايس زي الديسك درايف، التاب درايف. وظيفتها has unique characteristics، كل واحد إلها مواصفاتها الخاصة وخصائصها الخاصة. هاي البروبريتيز included access speed، سرعة الوصول للداتا فيها، capacity حجمها، data transfer rate كديش معدل نقل الداتا، access method كيف أنا بعمل access عليها سواء general or sequence or random. بعد إذنكم دقيقة بس. So the access method لإلها ممكن تكون sequential or random. إيش يعني sequential؟ يعني تتابعي، متتاليات، أو random بشكل عشوائي إني أروح أطول الداتا. هاي الخصائص اللي بيعطيني إياها أو اللي بتحكم فيها هو الدرايف اللي أصلاً بيكون من خلال الـ OS. هسا لما حضرتك قبل مين عمره نزل الـ Windows XP على جهازه قبل ما يطلع الـ 7 والـ 8 والـ 9 والـ 10 حدا عمره جرب الويندوز اكس بي؟ جماعه كونوا حركين. آه يا لا جربناه بس من زمان يعني. طيب مش مشكله مش مشكله، بس انت يا محمد لما نزلت الويندوز اكس بي عمرك نزلته؟ اه نزلته. طيب لما تنزله شو كان لازم تنزل معاه كمان؟ درايفر مثلا. كان المفروض فيه تعريف. في تعريفات، دي تعريفات اضافه يعني. ايوه ممتاز يا احمد ويا محمد. سي دي تعريفات، شو هن هذول التعريفات؟ درايفرز اللي هن الدرايفرز، نعرف الدرايفرز اللي هي دي ال ال بك اسمهم، دي ال ال دايناميك لينك لايبراري شيء زي هيك. هذول كان لازم تعرفهن. اذا جهازك اتش بي الهن تعريفات، واذا جهازك اي بي ام الهن تعريفات، واذا لك جهاز مش عارف، كل جهاز له تعريفات مختلفه. هسا جديد بطل يفرق، صاروا يحطوهن كلياتهن جوا الويندوز، عشان هيك حجمه صار كبير، ويعرفهن لحاله، يروح يدور عليهن ويعرفهن لحاله. فهاي فكرة التعريفات اللي هي من خلال الاوبريتنج سيستم. الويندوز هو لازم يكون محدد التعريفات لها. سو الفايل، شو تعريف الفايل؟ الفايل هو collection of related information defined by its creator. هاي معنى الفايل، مجموعة من المعلومات، بس هاي المعلومات مالها مترابطة مع بعضها البعض. يعني لما نيجي نعمل فايل وورد لمادة الاو اس، بزبط احط فيه داتا عن المايكرو بروسيسور؟ ماني عامله ومسميه او اس، يعني بدي المعلومات تبعت الاوبريتنج سيستم بس. عشان هيك تعريف الفايل هو مجموعة من المعلومات الخاصة والمترابطة بشيء معين من قبل المنتج او الكرياتر لهذا الفايل. commonly فايل represent a programs، كمان ممكن نسمي هذا الفايل عبارة عن برنامج اللي هو source and object forms and data، محتوياته اللي هو الكود مع الداتا، هذا بنسميه كمان فايل. فالفايل مش بس شرط انه وورد او اكسل او كذا، لا، كمان البرنامج تبعك، برنامج اللي قابل للتنفيذ اللي بتكبس عليه دبل كليك واكسكيوت، هو عبارة عن فايل. هذا الفايل هو عبارة عن كود مع الداتا. So data files may be numeric, alphabetic, alphanumeric, binary، بغض النظر شو شكلها هي عبارة عن داتا، صح؟ طبعا الفايلز
may be free form يعني ممكن يكون text file أو ممكن يكون formatted زي fixed field معينة. يعني مش كثير مهم بالنسبة لنا لأنه chapter 8 و 9 بنيجي بنحكي عنهن إذا وصلنا لهن، لكن نفهم إنه الفايل هو عبارة عن مجموعة من المعلومات المترابطة مع بعضها البعض، ممكن تحتوي على كود وداتا مع بعضهن البعض، ممكن تكون أرقام alphabetic أو alphanumeric أو binary files، ممكن يكون uniform وممكن يكون formatted يعني free form أو formatted. free form زي التكست بس عبارة عن أحرف تكتبهن وما بأخذ أي فورمات لإلهن، لكن فورماتد زي الإكسل والباوربوينت وهذول الأمور بتكون إلهن صيغة معينة ومرتبة بشكل معين. الأوبريتنج سيستم implements the abstract concept of file by managing mass storage media، يعني بيعمل عملية management عليهن such as tabs and the disk and the device that control them. In addition, the files are normally organized into directories to make them easier to use. كمان مش بس بيعمل مانجمنت للفايل نفسه، كمان بيرتبهن في فولدرات اللي هي الدايركتوري. شو معنى دايركتوري؟ اللي هي الفايلز بيرتبهن عشان يكونن سهلات. واخر اشي when multiple users have access to files it may be desirable to control which user may access a file and how that user may access it، اللي هي شو بنسميهن البريفليج، انه مسموح لك او ممنوع، يعني بيعطي كمان نوع من السكيورتي او البروتكشن على هذا الفايل. اذا وظيفه المانجمنت الاوبريتنج سيستم كيف بيعمل مانجمنت؟ من خلال انه بنشئ لك فايل وبرتب لك اياه واسماءه وكذا وبحطه بفولدر وبشوف انو المسؤول عنه اللي عمله اليوزر، وبيسمح ليوزرز انهم يشوفوه او يعدلوا عليه او يتعاملوا معه. تمام. سو الأشياء اللي بيقدمها الأوبريتنج سيستم من ناحية المانجمنت لعملية الفايل، واحد create and delete للفايل. لما تعمل right click new file هاي بنعمل create، ولما تعمل right click delete هاي delete للفايلز. بيعمل create and delete للدايركتوريز to organize file، كمان create لفولدر أو delete لفولدر عشان نرتبهن. supporting primitives for manipulating files and directories، بيعطي أولويات أو صلاحيات أو تصاريح مين مسموح له يعمل تعديل او يعمل اي شيء على هاي الفايل او الدايركتوري. مابينج فايل انتو سكندري ستورج، بيكون رابط لي اياها وين موقعها في السكندري ستورج. وبيعمل كمان باك اب فايل اون ستيبل النون فولاتايل ستورج ميديا، بيعمل لها باك اب. هسه حاليا وانت قاعد بتشتغل على ملف الوورد على فايل الوورد، اذا قطعت الكهرباء بروح؟ لا، اول ما ترجع شو بيعمل لك؟ بقول لك في باك اب. شو رايك ترجعه ولا بدك شيء؟ في داتا بكت مفتوحه وانت طفيت البرنامج وراحت عن الميموري، بدك اياها ولا بدك اياها؟ هاي ما يسمى باك اب. قبل ما كان في شيء اسمه باك اب، هاي نوع من المانجمنت جديده على الاوبريتنج سيستم صارت. تمام. طيب في حدا عنده سؤال او استفسار؟ اذا هاي واحد. اثنين، الماس ستورج مانجمنت، نعمل ستورج او مانجمنت للماس ستورج. As we have already seen, because a main memory is too small to accommodate all data and the programs, and because the data that it holds are lost when a power is lost, the computer system must provide secondary storage to back up main memory. إذن الماس ستورج اللي هي أو السكندري ستورج بما معناه، كمان وظيفة الأوبريتنج سيستم يعمل لها مانجمنت. ليش؟ أو ليش أصلاً في سكندري ستورج؟ لأنه واحد الرام صغير كثير، اثنين إذا قطعت الكهرباء عن الرام كل المعلومات بتروح، فأنا بدي باك اب بيكون في السكندري. فمعظم الكمبيوترات الجديدة بتستخدم الديسك as the principal online storage medium for both programs and data، يعني هي منخزنها فيها البرامج والداتا. most programs اللي بتحتوي على الكومبايلرز، الاسمبلرز، الوورد بروسيسرز، الايديترز اند الفورماترز، كلياتهم يخزنن على الديسك عبين ما تعملهن لود على الميموري. They then use the disk as both the source and destination of their processing. وعملية التخزين بتتم لما تعمل Control S، وين بروح بخزينها، على الرام ولا على الهارد ديسك؟ لا، على الهارد ديسك. على الهارد ديسك، معناته بنفس الوقت عشان هيك سميناها أونلاين. يعني أنا صح بجيبها من الهارد ديسك أو من السكندري ستورج وبحطها على الميموري على الرام، بعمل عليها عمليات، بس أنا بنفس الوقت بخزنها
وبعملها تخزين على السكندري ستورج اللي هي على الماس. Hence the proper management of disk storage is a central importance to a computer system. شو هاي الأشياء اللي بيكون فيها وبعملها؟ اللي هي free space management. إذا في عندي فراغات في الهارد ديسك بروح بغطيهن. الستورج allocation وين الموقع اللي بيحجزه. والديسك scheduling كيف أنا بدي أعمل access على الديسك. هذول العمليات اللي بيكون فيهن الoperating system من ناحية disk management. طيب. Because the secondary storage is used frequently. لأنه أنا فعلياً دائماً بستخدم secondary storage بشكل دائم ومستخدم بشكل كبير. تمام؟ It must be used efficiently. معناته لازم أستخدمه بشكل إيش؟ مناسب جداً. يعني بشكل منيح بحيث أني أضمن الـ utilization والاستخدام كلياته. صح؟ ولا لا؟ تمام. عشان هيك the inter speed of operation of a computer may hang on the speeds of the disk. عشان هيك ممكن يتأثر الكمبيوتر أو سرعته بسرعة مين؟ الديسك. طبعا الديسك بطيء. And the algorithms that manipulate the system. عشان هيك مرات لما تعمل save بتلاقيه علك شوي. صح؟ ليش؟ لأنه بتعامل مع الديسك والديسك بطيء. بتعامل مع الديسك والديسك بطيء. There are however many uses for a storage that is slower and lower in cost. لأنه أصلاً هي سعرها رخيص وبطيئة جداً. Sometimes of higher capacity. صح بتكون الكباسيتي تبعتها عالية لكنها بطيئة وحجم وسعرها قليل. Then secondary storage. Backups of disk data. Storage of seldom used data. منروح منخزنها على seldom used data اللي هي غير يعني أشياء seldom يعني أشياء بستخدمها للونج تايم. يعني زي الأرشيف. تخيل أنت عندك واحد بالألفين وأربعة تخرج من الجامعة بده معلومات وين بنكون مخزنينها؟ في ستورج بعيدة وطويلة الأمد بنكون عاملين لها أرشيف. تمام؟ في مثلا زي الماجنت كتاب والسي دي والدي في دي درايفز هذول والبلاترز بنسميهن تريتري ستورج. شو يعني تريتري ستورج؟ اللي هن الإشي الديفايس اللي بعد الثانوي أو الستورج اللي ما بعد الثانوي. يعني الذاكرة الرئيسية شو هي؟ المين ميموري. المين ميموري. الذاكرة الثانوية شو هي؟ هارد ديسك أو فلاش. هارد ديسك. طيب أنا الهارد ديسك انتلع عندي شو بدي أعمل؟ بدي أشوف مكان تخزين ثاني. بدي أشوف مكان تخزين ثاني. طب وين بدي أخزن؟ بروح بخزنهن على سي دي أو على دي في دي أو على هارد ديسك إكسترنال أو على كذا عشان أفضي يصير سريع نوعا ما الكمبيوتر والفري سبيس كثير وفي سبيس منيحة في الكمبيوتر تبعي. هذول بنسميهم تيرتري ستورج. تمام؟ برضو عملية المانجمنت بتتم من خلال الأوبريتنج سيستم لإلهن زي التابس الأوبتيكال بلاترز. نعمل فاري بتوين الرايت وانس أند ريد ماني تايمز أو ريد رايت فورمات. يعني في منهن إذا بتعرفوا السي دي أو الدي في دي في إشي منسميه رايت وانز ريد ماني تايمز. صح؟ يعني مسموح لك مرة واحد يتخزن على السي دي وبتقرأه قد ما بدك. وفي إشي اسمه ريد رايت. صح ولا لا؟ إذن التريتوري ستوريج في منها نوعين. في إشي اسمه ريد وانز رايد ماني ريد ماني رايت وانز ريد ماني وفي إشي اسمه ريد رايت. تمام؟ واضحة ولا لا؟ واضحة دكتور. واضح. So tertiary storage is not critical critical to system performance, but it still must be managed. يعني هي مش إشي ضروري أو إشي اللي هو حساس بالنسبة للبرفورمانس للسيستم. مين بيقول لي ليش؟ لأنه الكمبيوتر ما بتعمل معه دايركت. ما بديش إياه هسا. لما احتاجه باجي بحط الهارد السي دي وبقراه. تمام؟ لما احتاجه. فما بياثر على البرفورمانس تبع الكمبيوتر. كان بطيء كان سريع ما بياثر على البرفورمانس لكنه بيحتاج لايش؟ لمانجمنت. تمام؟ بعض الاوبريتنج سيستم تاخذ هذا بعين الحسبان، بعضها بتفلته لابلكيشن خاصه. يعني اذا بدك تقرا وتكتب، اذا ذاكرين في النسخ القديمه
في الاوبريتنج سيستم الاكس بي اللي جربوه، كنت تقدر تعمل تخزين على السي دي من خلال الويندوز. في حدا جربه؟ ما كنا نقدر نعمل تخزين من خلال الويندوز، كان لازم تروح تنزل برنامج خاص عشان تخزن. هسه اليوم صارت من ضمن الاوبريتنج سيستم موجوده، تروح تعمل بورن للسي دي او للدي في دي. طبعا بجوز انتم ما لحقتوهوش، بس الفكره انه في بعض الاوبريتنج سيستم القديمه كان عشان تقدر تتعامل مع هاي التريتري ستوريج لازم يكون لها برامج خاصه فيها، وفي بعضها لا صارت بلت ان فيها. تمام. طيب هاي بالنسبه للستوريج. كمان في عندنا شيء اسمه الكاشينج. شو الكاش؟ مين بيقدر يقول لي شو هي الكاش؟ ذاكره صغيره كثير، تكون اسرع من الميموري وابطأ من الريجستر. نعم صحيح، ابطأ من الريجستر، وبتكون ما بين الميموري والريجستر عشان نسرع عمل الحاسوب او السي بي. في منها عدة ليفل. كمان مره، في منها عدة ليفل. نعم، ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3. صحيح. So caching is an important principle of computer system. Hence how it works. الفكرة بتشتغل. Information is normally kept in some storage system زي المين ميموري. As it used, أول ما بدي أستخدمها إذا مش موجودة في الكاش بروح بعملها copy into a faster storage system اللي هي الكاش. يعني بروح في عندي معلومة بدي أجيبها، بدور في الكاش، مش موجودة في الكاش، شو بروح بعمل؟ بجيبها من وين؟ من المين ميموري، وبخزنها على الكاش، وبصير استخدمها من الكاش. وكل مره بدي شو اعمل؟ بدي اعمل مانجمنت للكاش. شو هي عمليات المانجمنت للكاش؟ اضافه وحذف بجوز، اللي هي الاضافه والحذف من خلالها وعمليه الاكسس عليها. When we need a particular piece of information we first check whether it is in the cache. If it is، اذا موجود في الكاش، so we use the information directly from the cache، بروح بستخدمه من الكاش مباشرة. لكن إذا مش موجود بروح بجيب المعلومات من السورس اللي هو من الميموري من الرام، وبحط كوبي منها في الكاش. طب إذا مش موجودة في الرام ولا في الكاش، بروح بجيبها من الهارد ديسك بحطها في الميموري، وبعدين بجيبها بحطها وين؟ على الكاش، وبعدين بستخدمها في الأوبريتنج سيستم. فإذا internal programmable registers such as index registers provide a high speed cache for main memory. عشان هيك بيكون في اندكس ريجستر مستخدم عشان اعمل اكسس على المين ميموري وتكون سريعه. So the programmer or compiler implements the register's allocation and register replacement algorithm to decide which information to keep in registers and which to keep in the main memory. عشان هيك مين المعلومات اللي في هاي الريجستر بدي اخزنها في الكاش ولا بدي اخزنها في الميموري، وهل لازم كل ما اخزن في الكاش اروح اخزن في الميموري. وهذا الحكي شرحناه وين؟ موضوع الاكسس على الكاش والالجوريثم اللي بنعمل ريبليسمنت للكاش، وين شرحناه؟ organization. في الorganization. نعم صحيح. So other cache are implemented totally in a hardware. ففي بعضها في الكاش، يعني الفكرة في نوعين من الكاش. في نوع بتكون هي نفسها الميموري المين ميموري، بس في ريجسترات خاصة تستخدم للأكسس على هاي الموقع، فهاي منسميها كاش، بتكون سريعة نوعا ما، أسرع من المين ميموري. وفي منها لا بتكون هي هاردوير منفصلة. يعني هذا بجوز ما حكينا لكم إياه في الأورجنايزيشن. هاي السي بي يو في نوع بيكون في كاش هين، وهاي المين ميموري، وفي نوع لا بتكون في بعض الريجسترات زي الاندكس ريجستر الاس اي والدي اي، وهاي سبيد كاش فور مين ميموري، يعني بتكون اسرع من الميموري اللي نعمل عليها اكسس من خلالها، وممكن تكون اصلا من جوا السي بي يو الكاش اللي هي الليفلز اللي حكينا عنها. واتيفر مش كثير مهم بالنسبه لنا هذا الموضوع، لكن بدنا نفهم انه الكاش بتكون سريعه وتعامل عليها. طيب فالفكره فور انستنت موست سيستم هاف ان انستراكشن كاش تو هولد ذا انستراكشن اكسبكتد تو بي اكزكيوت نيكست. يعني بدل ما تكون مخزنه في الميموري واروح اصير اجيب الانستراكشن من الميموري واخزنها، لا احنا وين بنخزنها؟ في الكاش، وبصير اجيبها من الكاش وانفذها. بدون استخدام الكاش السي بي يو مضطر انه يستنى سيفرال سايكل وايل الانستراكشن واز فيتش فروم ذا مين ميموري. لو مش موجوده من الكاش معناته لازم اروح اجيب الانستراكشن من وين بدي اروح اجيبه؟ من
من موقع في الميموري وممكن استنى ويكون وقته اطول، لكن اذا كان موجود في داخل الكاش بيكون عمليه سريع جدا واسرع من الميموري. يعني احنا الكاش نستخدمها عشان لا امبن سرعه السي بي يو والميموري. كمان مره يا بحكي انه الكاش يعني هي انوجدت عشان تلائم بين سرعه السي بي يو والميموري، عشان يكون السي بي يو تعامله اسرع من استخدام الميموري، لانه عشان استخدم الميموري في الاوبريتنج في المايكرو من محاضرات الاسبوع القادم ان شاء الله بنحكي عن قديش بتاخذ كلوك سايكل عبين ما نقرا ريد او رايت من الميموري، بنحكي عن 4 أو 6 كلوك سايكل، لكن اذا كانت في جوا الكاش بجوز 2 كلوك سايكل بكفيها، تمام؟ عشان هيك بتكون اسرع. تمام. طيب بما انه الكاش حجمها اقل من الميموري وليميتد سايز، معناته انا بحتاج لشيء نسميه كاش مانجمنت، از ان امبورتنت ديزاين بروبلم. كيرفول سيليكشن اوف ذا كاش سايز اند اوف ابريليس ريبليسمنت بوليسيز كان ريزلت ان جريتلي انكريسد بيرفورمانس. معناته ان نحتاج الحجم المناسب والطريقه المناسبه لعمليه الريبليسمنت، هاي مالها مهمة جدا. ليش؟ مين بيحكي لي ليش؟ لأنه حجم الكاش أصغر بكثير من حجم المين ميموري، يعني جزء فقط من المين ميموري بده يكون معمول له كوبي على الكاش. طب مين اللي أجيبه على الكاش؟ هذا ولا هذا ولا هذاك؟ هذا كلياته الحكي بيكون بناء على الكاش مانجمنت. واللي بنحتاج نستعملها كثير بالبرنامج. ما هي بالضبط اللي بنحتاج نستعملها كثير في البرنامج فبتكون في الكاش. فعشان هيك طلعوا مثلا الـ Performance Varies Level of Storage. إذا بنتعامل مع ريجسترز حجمها أقل من 1 كيلو بايت، Customer Memory اللي هي CMOS الأكسس تايم تبعها 25% لنص نانو سكند، الباندويت تبعها 20,000 لـ 100,000 ميجابت بير سكند. عملية المانجمنت فقط من خلال الكومبايلر بتتم، والباكد اب تبعها هو بيكون الكاش. طيب الكاش حجمها اقل من 16 ميجا واحد تشيب او اكثر من تشيب ممكن تكون، الاكسس تايم تبعها من نص ل 25 نانو سكند، طلعوا الفرق. الباندويث من 5000 ل 10000 ميجا بت بير سكند. هي المانجمنت بتتم من خلال الهاردوير والمين ميموري الباك اب تبعها. المين ميموري اقل من 64 جيجا، طبعا اليوم اقل من 64 جيجا، طلعوا الاكسس تايم من 80 ل 250 نانو سكند. شفتوا كيف السرعه؟ والباندويث و 1000 ل 5000 ميجا بت بير سكند، مش سريعه كثير في الداتا رايت. اللي بيعمل مانجمنت لها الاوبريتنج سيستم والباك اب تبعها الديسك. السوليد ستيت 1 تيرا فلاش ميموري 25,000 ل 50,000 نانو سكند. لاحظوا قديش كبير، يعني وقت طويل 500 ميجا بت بير سكند. والاوبريتنج سيستم الماجنتيك ديسك اقل من 10 تيرا و 5 مليون نانو سكند بدي عشان اقدر اقرا معلومه منها، من 20 ل 150 ميجا بت بير سكند. وضحت هاي الامور؟ بس هيك عشان تكونوا عارفين كيف السرعات والامور هاي كلياتها. طيب المين ميموري كان بي فيود از ا فاستر كاش فور سكندري ستورج، يعني ممكن نعتبر المين ميموري هو كاش لمين؟ للسكندري ستورج. والكاش هي كاش للمين ميموري، والريجستر هي كاش للكاش. واضح؟ سو المين ميموري كان بي فيود از ا فاستر كاش فور سكندري ستورج سينس داتا ان سكندري ستورج ماست بي كوبيد انتو مين ميموري for used and data must be in main memory before being moved to secondary storage for a safe keeping. عشان اي معلومه بدي اجيبها او بدي استخدمها لازم اجيبها من السكندري ستورج احطها على المين ميموري، والمعلومه عندي من المين ميموري لازم ارجعها على السكندري ستورج. اي معلومه بدي اخزنها في السكندري ستورج لازم تكون في المين ميموري، صح؟ فممكن استخدم المين ميموري هي كاش. نفس العمليه الكاش تاخذ المعلومات من المين ميموري عشان تستخدمها السي بي يو، والمعلومات اللي بدي اخزنها في المين ميموري لازم اصلا تكون وين مبدئيا مخزنه؟ في الكاش. So the file system data which resides permanently on a secondary storage may appear on several levels in the storage hierarchy. At the highest level
The operating system may maintain a cache of file system data in main memory in addition solid state وهكذا. يعني نفس الداتا بتكون معمولها كوبي في أكثر من مكان. نفس الداتا بتكون في الهارد ديسك نجيبها على المين ميموري. نفسها بتكون في الكاش. طبعا مش كل الداتا، جزء من الداتا. تمام؟ لكن سرعتهن تختلف من واحدة إلى الأخرى. So the bulk of secondary storage is on magnetic disk. يعني كل اللي موجود في السكندري ستوريج بيكون موجود في الماجنتيك ديسك. جزء منه بيكون في الميموري وجزء من الميموري بتكون في الكاش. تمام؟ طبعا عشان نحفظ المعلومات لازم يكون في نوع من المانجمنت عشان نعمل بروتكت للايجنتس داتا لوس ما تنخسرهاش، واذا صار في عندي مشكله في الهارد ديسك فيلر بتكون موجوده اصلا اوتوماتيكلي موجوده ومحطوطه في المين ميموري او في الكاش. كيف الميجريشن اوف انتجر اي فروم ديسك تو ريجسترز؟ يعني كيف احنا بنعمل اكسس على الداتا من السكندري ستورج حتى نوصل لمين؟ للسي بي يو. اللي بيتم كالتالي: اول شيء بعطي امر اني بدي معلومه، بروح ما بلاقيها بالكاش ولا بلاقيها بالمين ميموري، بلاقيها بالسكندري ستورج، بجيبها من الماجنتيك ديسك بعملها كوبي على المين ميموري. هل بتظلها موجوده في الماجنتيك ديسك؟ طبعا بتظلها موجوده. نفس العمليه، مش موجوده في الكاش، بجيبها من المين ميموري على الكاش، فبصير كوبي من الاي في الماجنتيك في المين ميموري وفي الكاش. بعدين باخذ الاي بحطها وين؟ بداخل الريجسترز في السي بي يو، بعمل عليها المانيبيوليشن او البروسيس، بعدل في الداتا تبعتها، وين برجعها؟ على الكاش. بس اخلص من الكاش بحفظها وين؟ اذا بدها تطلع من الكاش بحفظها وين؟ في المين ميموري. إذا بدي أخلص من المين ميموري لازم أحفظها وين؟ في الماجنتيك ديسك عشان أضمن إنها محفوظة. وضحت؟ في مشكلة عندكم ولا سهلة؟ لا سهلة. تمام. معناته ما بحفظها من الكاش على المين ميموري إلا لما بدي أعملها ريبليسمنت، بدي أشيلها من الكاش، وهذا الحكي حكيناه في الأورجنايزيشن إذا ذاكرين. طيب ذا موفمنت. عندي سؤال. تفضل. المعلومة بس نخلصها ونعملها تعديل ونرجعها، هسا يعني نحطها احنا مكان القديمة ولا القديمة كمان بتضل؟ وين بس فهميني؟ وين؟ خلصتها من المايكرو بروسيسر بعمل تعديل عليها وبسيف اللي تعدلت في الكاش. يعني بتضلها مخزنة في الكاش. فأي مرة بدي استخدمها بجيبها من الكاش. طيب اجى وقتها اللي تطلع من الكاش، خلص بدناش اياها في الكاش. اجت معلومه اهم منها، شو بنعمل؟ ديليت من الكاش، نحذفها ونحط المعلومه الجديده ومنخزنها في المين ميموري اللي تعدلت. تمام؟ ما قصدي هي المعلومه نفسها بعد ما تعدلت، بناخذها بعد التعديل وقبل التعديل بنحذفها ولا من وين بنحذفها؟ الديسك دكتور في الاصل، يعني لما هي كانت عندنا الداتا موجوده اخذناها عملنا لها مانيبيوليشن بعدين رجعناها. طيب خلينا اوضح لكم احسن، خلينا اوضح لكم احسن. في عندي A تساوي 5، أخذتها صارت A هين تساوي كم؟ 5، وهين A تساوي كم؟ 5. لما جيت هين A كانت تساوي 5، عملت لها manipulated صارت 7. تمام؟ بروح بعدلها في الكاش 7 فقط، واضح؟ خلص هين طلعت من الريجستر، راحت انحذفت. تمام؟ أي مرة بدي أجيب A من وين بجيبها؟ من الكاش. طيب أجا وقت إني ما استخدمت، خلص خلصت من الكاش، بدي أطلعها من الكاش، بدي أجيب معلومة أهم منها، شو بعمل؟ بروح بأخذها بخزنها في الميموري بتصير 7 وبحذفها من الكاش. هسا جيت بدي أستخدمها A، بدور في الكاش بلاقيها؟ لا. أجيبها من وين؟ من المين ميموري. أني تخزنت الجديد اللي هي 7. طيب طفى الجهاز عندي، خلص بدي أطفي الجهاز، بدي أروح أطفيه، شو لازم أعمل؟ لازم تروح على الديسك، لازم أنفذها على الديسك، بتصير 7 وبتنحذف من هنا. هسا جيت بدي أستخدم إيه؟ موجودة في الكاش؟ لا. موجودة في المين ميموري؟ لا. وين موجودة في الديسك؟ بس أنا ضمنت إني خزنتها. هسا إذا ما عمل التخزين من المين ميموري للديسك انحذفت، بتظل القيمة القديمة اللي مخزنة. عشان هيك برنامج الوورد إذا ما عملتلوش كنترول أس وعملت عليه تعديلات وطفت الكهرباء
بروح عليك اللي بيظل مخزن انو القديم، صح ولا لا؟ اه تمام. الا اذا في باك اب زي الكمبيوترات الجديده والاوبريتنج سيستم الجديد بيقول لك باك اب بدك اياه ولا لا. اذا اجى الولد الصغير وعمل انه بدوش اياها، انا اللي بتضلها مخزنه القديمه. القديمه وضحت؟ اه تمام. اه استنى طبعا كل هذا اللي حكيته هو مشروحين، movement information between level of storage hierarchy may be either explicit or implicit depending on the hardware design and the controlling operating system software. For instance, data transfer from cache to CPU and registers is usually a hardware function with no operating system intervention. In contrast, transfer of data from disk to memory is usually controlled by the operating system. يعني انتقالها من هين لهين باستخدام الهاردوير، لكن انتقالها من هين لهين أو من هين لهين باستخدام الoperating system. In hierarchical storage structures, the same data may appear in different levels of the storage system. زي ما حكينا A بتبين هين وهين 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 فيهن كلياتهن. For example, suppose that an integer A that is to be incremented by 1 is allocated in file B and file B resides on magnetic disk. يعني في عندي الفايل B مخزن في الديسك وA بدي أعملها incremented بمقدار 1. فشو اللي بصير؟ The increment operation processed by first issuing an input output operation to copy the disk block on which A resides of main memory. بروح بجيب البلوك تبع اللي مخزن فيه A بحطها وين؟ في المين ميموري، صح؟ بعد هيك the operation is followed by the copying A to the cache. بنسخه على cache and to internal register وبنسخه على internal registers. Thus the copy of A appears in several places. وين؟ في الماجنتيك ديسك وفي المين ميموري وفي الكاش. وفي الكاش، تمام؟ موجودة في الكاش. موجودة في الكاش، فأنا رحت جبتها من الديسك، عملت لها كوبي على المين ميموري، عملت لها كوبي على الكاش، وخدتها في الريجسترز، وعملت incremented لإلتها. So, to A to the cache and to internal registers. Thus, the copy of A appears in several places, اللي هي الماجنتيك ديسك والمين ميموري والكاش and in the register. Once the increment takes place, لما أعمل incremented in the internal registers, the value of A differs in the various storage system. The value of A becomes the same only after the new value of A is written from the internal registers back to the magnetic disk. معناته لازم أرجع فيها رجوع اللي بتتخزن في الكاش. الكاش لازم أخزنها في المين ميموري، لازم أخزنها في الماجنتيك ديسك. وضحت؟ In a computing environment where only one process executes at a time, this arrangement poses no difficulties since an access onto integer A will always be to the copy of the highest level of the hierarchy. في هذا الموضوع لأنه البروسيس واحد اللي بتتنفذ معناته لازم أخذها من الـ highest level، يعني الاستخدام بتم فقط من الكاش. فإذا في عندي two process هنا بدهن يستخدمن A، من وين بأخذهن؟ من الكاش، ما بروح بجيبها كمان مرة من الماجنتيك ديسك. تمام؟ طيب. Be the copy of the highest level of the hierarchy. However, in a multitasking environment where the CPU is switched back and forth among various processes, extreme care must be taken to ensure that if several processes wish to access A, then each of these processes will obtain the most recently updated values of A. عشان هيك إذا في أكثر من process ده تعمل access على هاي الداتا، معناته شو لازم؟ لازم أخذ أحدث وحدة. أني أحدث وحدة اللي اصلا بتكون في الكاش. تمام. So the situation becomes more complicated in a multi processor environment. لما يكون في عندي more than one process، يعني more than one processor موجود عندي. طب ال two processor عملوا access على ال A، طب ناخذ القيمه القديمه ولا الجديده؟ طب ما هي لسه البروسيسور هذا اخذ، يعني تخيلوا انا في عندي two processor هنا، هاي 1 وهاي 2 والهن 1 كاش. هذا اخذ A، A كانت تساوي 5، هاي اخذ A تساوي 5 وقاعد بعدل فيها صارت 7، بس لسه ما خزنها على A. هذا البروسيسور اجى عمل اكسس على A، اني قيمه باخذ؟ احكوا معي اي قيمه باخذ؟ القديمه. باخذ القديمه. طب هذا الحكي غلط، بنعملها بتصير بعملها لوك القوه. ايوه بتصير في عندي مشكله. To maintain internal register, each of the CPU also contains a local cache.
عشان نحلها ممكن انه كل واحدة منها local cache. In such environment a copy of A may be exist simultaneously in several caches since the various CPUs can all execute in parallel. تتنفذ مع بعضهن. We must make sure that an update to the value of A in one cache is immediately reflected in all other caches where A resides. معناته إذا صار تعديل لA لازم أضمن إن هالA شو صار فيها تعدلت عند كل الكاشز إذا عندي multi-processor. So if we have multi-processor كل processor إلو كاش خاصة فيه معناته لازم لما أجيب A أضمن إن هالA تعدلت في التو كاشز وهذا ما يسمى الكاش كوهيرانس. فشو معنى الكاش كوهيرانس؟ انه في عندي مور ذان وان سي بي يو كل واحدة فيها انترنال كاش. اذا تم تعديل احدى الكاشز او احدى الداتا اللي موجودة في الكاش لازم تتعدل في كل الكاشز الموجودة عندي. هاي ما تسمى الكاش كوهيرانس. And it's usually a hardware issues handled below the operating system. بنعمل كاش كوهيرانس او ترتيبها هاي من خلال الاوبريتنج سيستم على الهاردوير. وضحت شو يعني الكاش كوهيرانس؟ واضحه. ان ديستريبيوتد انفايرمنت اذا كان في عندي نظام موزع شو يعني ديستريبيوتد انفايرمنت؟ يعني زي المالتي بروسيسور بس مالتي كمبيوترز اكثر من جهاز اكثر من اجهزه. The situation becomes even more complex. بتكون العملية معقدة كثير. تخيل زي البنوك حسابك أنت مش أنت بتقدر تروح على البنك العربي مثلا في فرع جنين في فرع كباطية في فرع طول كرم في فرع نابلس. طب كيف كل هاي المعلومات بدها تكون محفوظة ومخزنة صح على السيرفر؟ وإذا أنت أخذتها من السيرفر اللي في الرئيسي على سيرفرك معناته في عندك كاش مختلفة. هاي بتصير اسمها الكاش كوهيرنس. تمام؟ في حد عنده سؤال أو استفسار لحد هين؟ واضح الأمور يعني؟ واضح طيب. آخر موضوع في هذا السكشن أو الستوريج مانجمنت بنحكي عن الـ Input Output System. كمان one of the purpose of an operating system is to hide the peculiarities of specific hardware devices from the user. أنا مش معني في موضوع إني أشوف الدرايفرز وهاي الأمور كلياتها مش شغلتي. فالإنبوت أوتبوت سيستم أنا ما مش معني أشوف الدرايفر تبع مين تبع الشاشة أو تبع الكيبورد أو تبع الماوس. فهاي بتصير وظيفة الأوبريتنج سيستم. فمثلا في اليونكس peculiarities of input output devices are hidden from the bulk of the operating system itself by the input output subsystem. في اليونكس في subsystem خصوصي للinput output ملوش دخل في الoperating system بعيد عنه. لكن في الويندوز مثلا او في بعض الoperating system لينوكس بتكون هي جزء من الoperating system. تمام؟ من الoperating system. فالinput output subsystem شو وظيفته؟ شو يعمل؟ هاي الكنترولر او الدرايفر اول شيء يعمل ميموري مانجمنت كومبوننت اللي بتحتوي على البفرنج والكاشينج والسبولينج اللي هي كيف يتعامل. ما هو الانبوت اوتبوت ديفايسز لما يكون مشبوك عندي كانبوت اوتبوت بيكون مشبوك مع كنترولر. تمام؟ هاي الكنترولر بيكون في عنده بفر طبعاً ومشبوك مع أكثر من input output device مش بس مع واحد. كل كنترولر ممكن يشبك 3 أو 5 أو 7 input output devices. هاي البفر الداتا اللي بتيجي من input output device بتروح على البفر ومن البفر بتروح على المايكروبروسيسور وهاي الأمور كلياتها أنه اللي بيعمل management لإلها input output subsystems الخاص فيه واللي بيكون أصلاً تابع للoperating system بالعادة. كمان general device driver interface تعريفات drivers for specific hardware devices للهاردوير ديفايسز بيكون له شيء خاص فهي التعامل مع الانبوت اوتبوت سيستمز او ديفايسز الموجوده عندنا. So only the device driver knows the peculiarities of the specific device to which it is assigned. فقط هذا الكنترولر هو اللي بيعرف لمين يحدد هذا الجهاز او هذا الجهاز. عشان هيك لما نروح على مثلا
هاي الميموري مانجمنت المانج. شايفين الشاشه تبعتي ولا لا؟ شايفين بي دي اف بس. لا هيك السكرين هيك تمام. هاي المانج لما نروح على الستورج مثلا او على ال ديفايس مانجر. يس ديفايس مانجر هاي كل ديفايس بكون له كنترولر خاص فيه. هاي شايفين الاوديو مثلا، هاي الاوديو تبعت المايكروفون تبعت السبيكر. طب هذول ثلاث اجهزه مشبوكات على الون درايفر. البلوتوث مثلا تمام مشبوكات على الدرايفر. الكاميرا مشبوكه على الدرايفر. كمان عندنا الكيبورد One keyboard, IDE cables, standard SATA, display. I have a controller. Disk driver كمان إله controller. كل واحدة الماوس إلها controller. طبعاً الماوس طلعوا ثنتين. الماوس العادي الـ PS2 اللي هو اللي بيكون من ضمن الكمبيوتر تبع اللي هو اللي جوا اللابتوب، أو الماوس الخارجية. تمام؟ HID. كمان المونيتورز بيكون في عنا إلها network cards للبلوتوث للوان. الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6 هذول كلياتهم للبورتس ستاندردز بلوتوث بورت الكوم 8 والكوم 9 للبرنترز. كمان في عندنا البروسيسورز كمان الها درايفرز. السوفت وير ديفايسز كمان الساوند البلت ان في الساوند. اليونيفرسال طلعوا قديش عدد اليونيفرسال. هذول الكنترولر ممكن يتحكم في اكثر من جهاز. هاي هي الفكره، انه ممكن الكنترولر يتحكم في أكثر من جهاز يتعامل معه. تمام؟ طيب موضوع على ما أتوقع إنه وصلنا للنهاية الشابتر. The protection والkernel data structure هذول اللي نحكي عنهم هسا. بظل عنا بس computing environment والOS operating system اللي هو open source، وننهي الشابتر الأول. قبل ما نوصل للكيرنل ستراكتشرز بدنا نحكي عن اللي هو السكيورتي او البروتكشن اند سكيورتي. بدنا نميز شو معنى البروتكشن وشو يعني السكيورتي، رح نيجي ونحكي عنهم في شابتر ثاني. لكن بدنا نكون عارفين ايش يعني البروتكشن وايش يعني السكيورتي بشكل عام. يا جماعه البروتكشن هي الحمايه والسكيورتي هو الامان. شو يعني الحمايه وشو يعني الامان؟ بس اعطوني دقيقه وهسه نحكي عنه. طيب ففكرة الـ Protection and Security. If a computer system has a multiple users and allows the concurrent execution of multiple processes, then access to data must be regulated. شو يعني؟ تخيل انت كمبيوترك خمسة مندخل عليه. كمبيوتر تبعك خمسة مندخل عليه. شو بلزم انت تعمل للداتا تبعتك عشان ما حدا يشوفها؟ كل حدا يوزر نيم وباسورد، يعني اول على اخر بدي احمي الداتا تبعتي ما حدا يشوفها. هاي فكره البروتكشن والسكيورتي. طب الويندوز او الاوبريتنج سيستم كيف بدعمها؟ بيعطيني مالتي يوزرز. كل الاكونتس كيف بنعمل نيو اكونت وله يوزر وهاي ادمنستريتور وهذا جاست وهاي كذا. هاي هي فكره البروتكشن. تمام.
وضحت الفكرة؟ For that purpose, mechanism ensure that files, memory segments, CPU, and other resources can be operated on by only those processes that have gained proper authorization from the operating system. يعني إذا أنت عندك صلاحية من الأوبريتنج سيستم إنك تستخدم الجهاز وتستخدم الميموري وتستخدم تستخدم تفضل حياك الله، ما عندك فلتها. فمثلا الميموري ادريسنج هاردوير انشور ذات ذا بروسيس كان اكزكيوت اونلي وذين اتس اون ادريس سبيس، يعني بضمن انه البرنامج هذا مخزن في الموقع الفلاني وبقدرش يخزنه الا اذا طلبته من الموقع الفلاني. The timer ensure that no process can gain control of the CPU without eventually relinquishing control. شو يعني؟ يعني أنا برضو بعمل تايمر إنه مش البرنامج يظل ينفذ في حاله طول الوقت، ما هو في غيرك بده يستخدم، صح؟ فإذا في برنامج ظل شغال على طول بعطيه تايمر، بعد التايمر بنهيه وبقول له خلص بديش أشغلك أنت هسه. So device control registers are not accessible to users. فعملية التحكم في الرجسترات مش مني. So the integrity of the various peripheral devices is protected. عشان نحمي، لأنه أكثر من واحد ممكن ينشبك على الجهاز تبعه ويستخدمه. فمن هين بيجي مصطلح عنا اسمه protection. معنى البروتكشن any mechanism for controlling the access of processes or users to the resources defined by the computer system. هاي معنى الحماية. إني أتحكم الميكانيزم أو الطريقة اللي بضمن وبتحكم فيها في اللي مسموح له انه يستخدم هاي البروسيس او يعمل اكسس على هاي البروسيس على هاي البرامج او على هذا اليوزرز او على هاي الريسورسز. ما هو برضه في واحد ممكن يدخل على جهازي من بورت ويستخدم السي بي يو تبعتي او يستخدم الميموري تبعتي. اليوم عمليه التشين واللي هو الكريبتو كرانسيز، بتعرفوا كيف بتصير؟ شو بسموها بالعربي؟ هي عملية ال مايننج قصدك دكتور؟ يعني نوع من المايننج، قال اللي هي شو بسموها في الكريبتو كرنسيز البلوك تشين والهاي الامور اللي بسموها، خلص راحت عن بالي، مش مشكلة. انهم يستخدموا الجهاز تبعك يعمل عمليات الجوريثمز معينة او يعمل عمليات حسابية معينة. فهاي الفكرة بيستخدم السي بي يو تبعتك. طب ليش انا اسمح له يستخدم السي بي يو تبعتي؟ تمام. عمليه الحمايه اني اضمن انه ما حدا يستخدم البروسيسز او اليوزرز او الريسورسز الا اللي بسمح له من خلال الكمبيوتر، من خلال ميكانيزم معين. هاي الميكانيزم must provide means to specify the controls to be imposed and enforce the controls، اللي هي اللي بتتحكم في هاي العمليه. So the protection can improve reliability by detecting latent errors at the interfaces between component subsystems. With detection of interface error can often prevent contaminations of the healthy subsystem by another subsystem of malfunctions, multifunctions. زي انه اكثر من واحد او اكثر من جهة او اكثر من سيستم يشتغلوا على الجهاز تبعنا. ما بدنا ندخل في تفاصيل هنا في شابتر 14، لكن نفهم ان البروتكشن انه ممنوع حدا يستخدم الريسورسز او البروسيسز تبعتي. تمام؟ وضحت؟ A system can have adequate protections but still be prone to failures and allows inappropriate accesses. Consider مثلا a user whose authentication information they is stolen. يعني her data could be copied or deleted even though file and the memory protections are working. يعني نفترض انه انا قاعد بشتغل على ملف وهذا الملف موجود في مكان ثاني، مكان عندي، واجا واحد استخدم هذا الملف وحذف لي اياه او عدل عليه. هاي بنسميها مبدا اني اضمن السكيورتي. فالسكيورتي تعرف انه ما حد يستخدم هذا الجهاز او هذه الفايلات from external and internal attacks، اني احفظها من الاستخدام الداخلي او الهجوم الداخلي او الخارجي. تعرفوا الفيروسات او كذا، هاي استخدام للاجهزة من خلال مين؟ من خلال ناس خارجيين او داخليين بس عملوا اتاك على الجهاز تبعي. فعملية حفظ هاي الاجهزة من internal او external attacks هاي بنسميها security.
عملية إنه أمنع حدا من إنه يوصل للبروسيسز تبعتي، للداتا تبعتي، أو يستخدم الريسورسز تبعتي حتى لو كان عنده الأوثنتيكيشن، هاي منسميها بروتكشن. وضحت شو الفرق بيناتهم؟ إذن السيكوريتي أمنع أتاك، البروتكشن إني أمنع الأكسس على جهازي من قبل يوزر عنده أوثنتيكيشن معينة على جهازي. وضحت؟ طيب كيف بنحصل على السيكوريتي؟ من خلال اليوزر اي دي، اليوزر ايدنتيفاير، او السيكوريتي ايدنتيفاير بنسميها، اللي هو اليوزر نيم والباسورد، وكمان في شيء بنسميه جروب ايدنتيفاير، اللي هو مثلا هسه انتم كطلاب لما تدخلوا على البورتال شو بتقدروا تعملوا؟ كيف يعني دكتور؟ يعني انتم لما تدخلوا على البورتال تبعكم شو بتقدروا تعملوا على البورتال تبعكم؟ تقدر تشوف موادك، تسجل مواد، تشوف المصاري تبعتك، تقدر تعدل على علامة مادي لك؟ لا. تقدر تعدل على المواد اللي سجلتها بعد ما يعمل لك المشرف كونفيرم؟ لا. لا. إذا هاي منيجي بنعطي جروب ايدنتيفاير كل الطلاب إلهم رقم، مجرد ما يدخل بيكون إله صلاحيات معينة، يعني حماية وسيكوريتي معينة. تمام؟ كل الدكاترة إلهم حماية وسيكوريتي معينة، العميد إله طريقة معينة، وهكذا. هاي معنى الجروب ايدنتيفاير، إني أعرف صلاحيات لجروب، بدل ما كل واحد أروح أعطيه صلاحيات، في صلاحيات مشتركة بعرفهن للجروب وبعطي الجروب ايدنتيفاير لإلهم. وضحت؟ شكله كثير شرحنا مادة هذا اليوم، عشان هيك مش مستوعبين ولا؟ طيب مش مشكلة، محاضرة بكرة بنكمل في السيكوريتي والبروتكشن، وبنحكي عن الكيرنل داتا ستراكشر، اللي هو آخر جزئية الكيرنل داتا ستراكشر بشكل بسيط وسهل، الكمبيوتينج انفايرومنت، نحكي بشغلات يعني بسيطة، مش راح ندخل على مواضيع كثيرة، بس هيك يعني أشياء تفاصيل سريعة وسهلة، يعني مش راح ندخل على كل كلمة ونشرحها، بس بنشرح لكم مصطلحات اللي تبقوا فاهمين إيش هي، وبنعطيكم شيء ما يسمى بال كلاود كومبيوتينج، هاي مهمة على فكرة، مش مشكلة نحكي عنها. بضل عندنا الأوبن سورس اللي هن برضو بسيطات نحكي عنها. فهذول محاضرة بكرة إن شاء الله بنخلص الشابتر، أو بجوز يضل لنا شوي من المحاضرة اللي قبل. طيب لحد هين وصلنا معناته عند الكيرنل داتا اند ستراكشرز، نشرحها في محاضرة بكرة. في حد عنده سؤال او استفسار؟ لا كله تمام دكتور. طيب يعطيكم الف عافية، ونشوفكم في محاضرة بكرة ان شاء الله. السلام عليكم.